واسمها الوزنة. هذه سعدية يقولوا لها فتوح سعدية، وهذه فتوح الوزنة. إيه زادوا بناتك الحجة؟ هاو بنات من؟ زادوا هكا؟ ما زادوش هكا بصح مرضوا هاو مرضوا. كانوا صغار؟ كانوا صغار ومرضوا. هيا؟ هيا راهم باركين. غير داك ما يكون ما كان حد. شكون اللي يفدهم؟ شكون اللي ينقيهم؟ شكون اللي ينقيهم؟ انا من كنت بصحتي. نقي بنتي روحي. ايه. هون شلت روحي بصح دروك راني مريض بنتي. ايه. ايه. من كنت بصحتي. بصح شكون اللي يدير لهم ليكوش وكاع؟ شكون اللي ينقيهم؟ من كنت بصحتي راني نقول لك ندير بنتي بنتي روحي. ايه. واليوم راني مريض ولدي. شحال في عمرك؟ ايه تشك. وين صحصيني؟ ماكش عارفة؟ ياه. ما عندكش حتى واحد؟ ويرا ما كان عندكش ولادك واحد اخرين؟ راهي الولاد سالوا عليا والله. اها راني مفكر بنتي. ما يمشوش؟ واه هم باركين كيما هاك بنتي. وسمعي عندهم من الاخر تخلصهم الدولة تاع المعوقين؟ هرم دايرين لهم انا ما نعرف دايرين لهم شوي والله بزاف ما نعرف ولدي هما ما نعرفش. شكون يخلص لك دراهمهم؟ ياه شكون يخلص دراهمهم؟ انا من كنت بتحسين خلص روحي من كان ما نخلص عليا هاك ايه؟ وذر وكراني مريضه بنتي. ما ماكيش باغية تديهم الدولة الحاجة؟ لا لا ما نجمش. لا هالكبدة ما تنقعش يا بنتي. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش. اوكي وعدي معاهم هكا. بنتي راه هذا الزمان واك اللي ربي يفتح عليك وتجيبي الاولاد تقولي نديرهم في الكبده هما نهار اللي يتزوجوهم ما يدخلوش عليك. وعندي زوج بنات ويراهم. احنا كمديره النشاط الاجتماعي والتضامن سبق لي اني جيت لهذا الدار وجيت لعند المراه هذه المسنه وطلبت منها باش نتكفلوا لها بولادها على مستوى دار الرحمه. بناتها عندها زوج في عمرهم 50 وقريب 60 سنه ولكن عندهم اعاقه يعني ثقيله وشديده، إعاقة ذهنية ويعني متعددات الإعاقة. فطلبنا منها يعني ما بغاتش يعني قاعدة تسلم عليا وتعنك فيا وتقول لي السيدة المديرة من فضلك خلي لي بناتي حتى ولو راني كبيرة وطاعنة في السن ولكن هادو الكبدة تاعي ما نقدرش نتفارق عليهم. ما نجموش نشتكو نقولوا راها ناقصة ولا كيفاه ما؟ لا بيناتنا انت شك تشوف خاصها ولا؟ أنا ما بور موا ما راه خاصها والو. راها مريضة في هادو الأيام ياك. غدوة إن شاء الله ندوها للطبيب. ديتها السمانة اللي فاتت الطبيب كانت مريضة. ان شاء الله. لا راها شوفي راها تعاني في واحد الطرواجور ياك في واحد البلاصه هنايا. قلت انا بالك يليق لها خاطر المنوض حتى راني نوض هنايا ما راهاش تنوض دروك ما راهاش نجم تنوض. هادو ما يقدروش يمشوا. لا ما يتمشوش هادو راهم هادو من اللي خلقهم الله. خلصيها صح والمديريه تاع التضامن راهي تخلص البنات ودارت لهم كارطه. وراهم راهم عندي وراهم راهم عندي. هاي الحاجه وحنا جينا عندك ورانا دايرين لك الطبيب راه يجي كل 20 يوم يشوفك شا عندك انت وبناتك. ربما الدوله الجزائريه حقت عده اشياء لهذا الشخص المعاق منها انها يعني قدمت له منحه تقدر ب 4000 دينار جزائري شهريا للشخص المعاق خاصه الشخص المعاق 100%. ربما هناك بعض الناس يعني يقول لك كيفاش هذه المنحة منحة ضئيلة ولكن هذه المنحة
الهدف منها أو الغاية منها ليست أن هذا المعاق يتحصل على 4000 دينار فقط، وإنما الغاية من 4000 دينار هي التغطية الاجتماعية، لأن التغطية الاجتماعية جد هامة بالنسبة للشخص المعاق أو للشخص العادي. جارها راني معها مع في واحد السانكو هكا كل 5 سنين إن شاء الله كيما هكا. لقينا احنا صدفه راك جايب الاكل ليهم. لا الماكله قضيه نتاع الماكله وقضيه نتاع تفراش وقضيه نتاع زعما نتاع بناتها قتها ليا في بناتها. والله ما راه خاصها حاجه هذه زعما امام الله كلمه. انا راني متكلف بها ماشي راني نعاونها، راني متكلف بها في 5 سنين. تمرض نديها للطبيب. القش نشري لها القش. هي فاني راه عندها المنحه نتاعها كي فاهمه. المشاكل نتاع 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 البنات ونتاع الصوالح حنا اللي في الدار ياك. أنا اللي قايم بها. راه باقي لها واحد اليومين، يا ربي راه كاتبها في المكتوب ان شاء الله والعمر طويله ان شاء الله. واحد اليومين، اليوم حشيه ولا غد وحشيه ان شاء الله، اقصى تقدير ان شاء الله راه غادي تسكن عندي. راني واه راني سويت لها الدار والماسوره، قلت لك في الروتوشات باقي لها غير باقي غير البنت، ولا بالك غدوه بنت راه ان شاء الله هي هو تدخل غدوه تدخل. يعني ولا جيت بعيده تروح وتجي كل يوم؟ راها بعيده شويه وراها كبيره درك صايره لحقت المرحله نتاع كيف عندها في السن تقريبا؟ راه عندها 89 عام. أكي راح تسكني عن ميمون؟ ها رانا ما نعرف يديني ولا خليني. لا نديك. هاي. والبارح. هادور ولا سكنة. إيه أكي بغيت نروح عند ميمون. هنقطع عند ميمون داك ولدي. إيه جارك هو. واه. قايم بك؟ إذا راه قايم بيا واه. أيوة قايم بك خير من ولادك. خير من ولادك. تاخذوا ذوك الأولاد. وكان زلقناهم. ما نعرف وين. قولي لهم الله يهديكم. ربي راه مسخره لك هذا. لا ولدي لهم صغار الله يهديهم، وكاين اللي راه بكنته، كاين اللي راه بولده. الرب ما راهش يشوف، لو كان نبغي ربي يسمعهم عني يشوفوا يرحبتي يعرفوا حق الله. ها كيف بنتي انتي راكي عاد جايه، ولا ربي يفتح عليك وجبتي لولاد ولا كي ديري لهم بالميل تعلميهم ولا تضحكيهم. صح هايا راكي تحضني عليهم وتكبرهم العقاب. هيا يا ما كانش. ها يا بنتي مسامحي فيك؟ ايه هاو وكم شي دارة مسامحي. لقيت واحد قدامي ولادي ما كانش